واحد العائلة عيطوا لي مؤخرا قالوا لي شوف عندنا زوج قراع نتاع الغاز، واحدة ندفيو بها واحدة نطيبو بها، عائلة فقيرة. جاء الطفل هذا داهم لأنه يتناول الحبوب كل يوم لازم يحتاج 100 200 300000، خدا هذيك الطابونة وزوج قراع نتاع الغاز شحال باعهم؟ 100000. المهم أنه يتناول المخدرات في هذاك النهار، يسكت راسه في هذاك النهار والدار ما فيهاش الآن الغاز ولا فيها طابونة ولا شيء. يعني أنت بعد ما كبرت وأنا ربيتك ونقيت لك وسهرت على جالك وتعبت ومشيت من المستشفى للمستشفى وقريتك ومن بعد تكبر تفرغ لي الدار، تكبر تاخذ أنت تسرق الكرة دراهم تاع الكرة تاع باباك تسرقهم باش يخلص عليكم الدار وتسكنوا، تسرق دراهم الكرة تروح تشري بهم مخدرات، تسرق الذهب نتاع أمك، تسرق منقوشة ولا سلسلة تاع أمك، هذوك واش تكسب مسكينة؟ بدل ما تجيب لها تقولها يا أمي جبت لك هدية، افرحي راني أنا إنسان كبرت وليت نفرح أمي وليت أنا نسرق أمي ونبكيها. بدل ما تروح أنت تعمل مستقبل لنفسك وتتزوج وتجيب أولاد يفرح به الأب نتاعك والأم نتاعك قبل ما يموتوا، لا، بدل ما أمك تحمل أولادك وتلعب بيهم وتضحك ولا تحمل في القفة وتتبع فيك من سجن لسجن. تعرف كاين واحد المشهد يا إخواني الكرام، وهذا المشاهد يخلوا النفس تتحرك وتقول لا بد من إصلاح النفس. لما تروح أنت تمشي البسعادة وتشوف كاين واحد السجن تاع بوسعادة معروف، هذا السجن هذا يحتوي أكبر عدد من مروجي المخدرات. تروح واش تلقى في السجن هذا؟ قدامه كاين واحد المنظر والله يبكي الدم، لو كان تروح تشوف يبكي الدم. واش هو المنظر هذا؟ أمهات يجيو من عنابة من العاصمة من وهران من كل مكان، أمهات أم امرأة وحدها شادة طاكسي بخمسمائة ألف ولا مليون ما نعرف مسكينة ومشات طلبت وجاية بالقفة وجاية تدي للراجل هذاك اللي يقول على نفسه أنه راجل، جاية تدي له الكامونبير والفرماج وكل شيء من معمرة قفة مسكينة بمليون ولا زوج. وين بيتها؟ بيتها في الخيمة، دايرين لهم خيمة في سبيل الله، بيتها مع الناس برا في البرد تستنى الصباح يفتحوا لهم وتدير لاشان مسكينة ساعة باش تشوف ولدها ربع ساعة وتروح تمشي تروح. هذا الإنسان اللي راهو داخل السجن هذا راه يقول على نفسه أنا رجل، كيما يسموهم أنفسهم دوك يقول لك حنا لي زومب حنا. يا وكيفاش أنت تقول على نفسي أنا إنسان رجل وإنسان مسلم وأنا خاف ربي وأنت جريت أمك في التبهديلة هذه؟ هذا الشيء هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا رانا مشينا في واحد الطريق ما يشتعل البشرية نهائيا. رانا مشينا في واحد الطريق لازم نقول أنفسنا توقف وراجع نفسك، ولا بد علينا من مراجعة النفس والرجوع إلى الوراء حتى نراجع أنفسنا وما زيدوش نمشي في الطريق هذا.